أهلا بكم من جديد. وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على إنشاء صندوق سيادي لإدارة الأصول المالية المصرية برأس مال 200 مليار جنيه. وقد ذكرت وزيرة التخطيط هالة سعيد أن الصندوق يهدف إلى استغلال أصول الدولة على الوجه الأمثل، ويمنح مشروع قانون الصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية. النهاردة الحمد لله مجلس الوزراء الموقر وافق على إنشاء صندوق سيادي باسم صندوق مصر. هذا الصندوق بيهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال أفضل استغلال للأصول التي تملكها الدولة. طبعا حضرتك عارفة أن إحنا لدينا حجم الأصول غير مستغلة اللي إحنا ممكن نستغلها استغلال أفضل، أو أصول مستغلة ولكن محتاجة إلى تطوير. فهذا الصندوق بيهدف إلى أن هو يستغل هذه الأصول من خلال الشراكة مع مؤسسات محلية أو مؤسسات إقليمية أو مؤسسات دولية بهدف استغلال هذه الأصول أفضل استغلال وتحقيق أفضل عائد لها. احنا بنتكلم على رأس مال هذا الصندوق 200 مليار جنيه، ورأس مال المصدر 5 مليار جنيه تسدد من الدولة، بالإضافة طبعا إلى ما يقول إليه من أصول توفرها الدولة إلى أو تنقل إلى هذا الصندوق.